السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم وهنراجع سريعا الفصل الـ11 اللي هو استعداد للقتال. استعداد للقتال. طيب، الفصل ده بقى كنا اتكلمنا الفصل اللي فات إن في حملة فرنسية ضخمة متجهة إلى مصر بقيادة لويس التاسع، فهنبدأ بقى هنشوف استعداد الشعب المصري لقتال هؤلاء الفرنج، وبالتالي هيحصل شوية حاجات في الفصل ده. نخلي بالنا ان الفصل ده مهم جدا جدا جدا، هنلخص الأحداث بتاعته سريعا كده وهنراجع أهم الأسئلة اللي موجودة في هذا الفصل. مبدئيا كده الشعب المصري في الوقت ده كان له مشاركة شعبية، وكان لهذه المشاركة دور هام للاستعداد للمعركة ضد الفرنج. قال لي الناس كانوا بيذهبوا إلى المساجد ليستمعوا إلى خطب الخطباء التي تعرض من كتاب الله وأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم آيات الشجاعة والإيمان والجهاد في سبيل الله. يعني كل الناس بقى بدأوا يسمعوا كلام الخطباء والأئمة وهم بيفكروا الناس بجهاد الرسول وبالآيات والأحاديث اللي فيها جهاد في سبيل الله عشان يشجعوا الناس على المعركة. بعض الناس كانوا بيذهبوا إلى حسام الدين متولي القاهرة أو محافظ القاهرة زي ما بنقول النهاردة عشان يعرضوا نفسهم عليه للجهاد في سبيل الله، فطبعا كان يوافق على بعض الناس القادرين ويرد غير القادرين منهم. طيب، أما بقى في المجتمعات الشعبية والمقاهي فقد كانت مليئة بالأناشيد بقى اللي هي أناشيد الحماسة والشجاعة، وشعراء الربابة بقى على المنصات ينشدون للناس قصص البطولات العربية والإسلامية دي عشان يحمسوهم للقاء الفرنج. طيب، نجم الدين هيبدأ بقى ينزل. هو في الفترة دي كان في دمشق، هيذهب أو هيتجه إلى مدينة تسمى أشموم طناح، وبعد ما يروح لأشموم طناح هيبدأ بقى يفكر في اختيار قائد لهذه المعركة. طيب، تشاور السلطان مع مين في اختيار قائد الجيش وعلى من استقر في النهاية؟ طبعا تشاور مع شجر الدر، واستقر في النهاية على فخر الدين ابن شيخ الشيوخ. يبقى هو تشاور مع شجر الدر في اختيار قائد الجيش، واستقر في النهاية على اختيار فخر الدين ابن شيخ الشيوخ. طيب، كان في خطة كده قالها نجم الدين لفخر الدين ابن شيخ الشيوخ، ونصحه ببعض النصائح وأوصاه ببعض الوصايا وحذره أيضا، ثم دعا له في النهاية. طيب، ما الخطة التي أعدها نجم الدين مع قائد الجيش فخر الدين ابن شيخ الشيوخ؟ قال لي رقم 1 أن تحشد دمياط بالأسلحة والذخيرة والأقوات. يبقى حشد دمياط بالأسلحة والذخيرة والأقوات، نبدأ نملاها يعني أسلحة وذخيرة، ده رقم 1. رقم 2 قال له يا فخر الدين تنزل بالجيش بتاعك على البر الغربي للنيل. ليه؟ حتى يمنع وصول الفرنج إلى دمياط، عشان يمنع وصول الفرنج لدمياط. طيب، الحاجة الثالثة والمهمة قال له أن تتحاشى كل الأخطاء السابقة يا فخر الدين، يعني كل الأخطاء السابقة اللي عملناها في المعركة السابقة يجب أن تتجنبها يا فخر الدين. وكمان بدأ يقول له أو يحذره من بعض الأشياء. قال له إياك والمرجفون. يعني إيه المرجفون؟ اللي هم مروجي الأخبار السيئة أو مذيعي الإشاعات. بدأ يقول له خلي بالك من الناس دول، ثم دعا له اذهب أيها القائد، جعل النصر على يديك. وبعد كده كمان هو أوصاه ألا ينظر خلفه بل ينظر أمامه ويجعل وجه الله أمامه، وأن يبث من روحه لجنوده. ليه؟ لأن روح الجيش من روح قائده، فبالتالي هو عايز يقول له خلي بالك، ما يهمكش، حمس الجنود بتاعك، ما تخافش من الفرنج. الفرنج دول جبناء رعاديد، يعني بيرتعدوا من الخوف وكده، فبالتالي اجعل وجه الله أمامك، احنا بنقاتل في سبيل الله وسننتصر بإذن الله،
وفي النهاية دعا له أن يجعل الله النصر يتم أو يتحقق على يديه. طيب، بدأت المعركة بالفعل، ولكن كان الأمير فخر الدين ابن شيخ الشيوخ شديد القلق. المناوشات بدأت، يعني المناوشات كانت هتبقى موجودة دلوقتي في دمياط، ونجم الدين موجود في بلد تسمى أشموم طناح. نخلي بالنا، أشموم بالميم مش بالنون، أشموم طناح. يبقى نجم الدين موجود في هذه المدينة وفخر الدين موجود في دمياط. كان قاعد يفكر لماذا تأخر الأمر بالاشتباك أو الإذن بالاشتباك. يعني في الفترة دي كان مفروض نجم الدين يرسل له الإذن بالاشتباك، يلا يا فخر الدين اشتبك أنت والجيش بتاعك مع الفرنج. فبدأ يفكر، هل ضل الحمام؟ هل الحمام الزاجل ضل الطريق معرفش يوصل من أشموم طناح لدمياط؟ طيب، هل مات السلطان نجم الدين؟ هل السلطان نجم الدين قد وافته المنية؟ هل مات؟ طيب، وإذا كان السلطان نجم الدين قد مات، فإذا الأمر جرى في هذا الوقت أو في هذا التوقيت على تقسيم وتوزيع الغنائم. ده أنا لازم بقى أشارك في اختيار السلطان الجديد، يعني أنا محتاج أشارك في اختيار السلطان الجديد، وبالتالي نشوف بقى إيه اللي مين اللي هيمسك مصر بعد كده وإيه اللي هيحصل فيها. فكان قلق بشدة بسبب بدء المناوشات بين الجيشين وعدم وصول الإذن بالاشتباك. كان يخاف من موت السلطان نجم الدين طبعا وانشغال الأمراء بتقسيم الغنائم. فقرر الأمير فخر الدين العودة إلى دمياط. طب ما هو كده هيسيبها. آه بالفعل، هيترك دمياط وهيتم إخلاء دمياط تماما من الجيش، يعني الجيش هيسيبها تماما وهينسحب، ويأمر الجيش بالانسحاب من دمياط حتى يذهب إلى مدينة أشموم طناح. طبعا فزع الناس في القاهرة وفي دمياط. دمياط تركها أهلها اللي هم الناس المدنيين اللي زينا، يعني ما بيحاربوش، وتركوا دمياط تماما، وبالتالي دخلها الفرنج بمنتهى منتهى السهولة. طبعا ده خطأ كبير جدا عمله فخر الدين ابن شيخ الشيوخ. طيب، طبعا الأمير فخر الدين قلنا إن هو قرر أن يسرع بالعودة إلى أشموم طناح ليشارك في اختيار السلطان الجديد. طيب، ولماذا؟ عشان يشارك في اختيار السلطان الجديد. خلي بالكم الحتة دي، قال لا، ده أنا لازم بقى أشارك في اختيار السلطان اللي هيجي بعد نجم الدين، مش معقولة يعني وأنا قائد الجيش المصري ما شاركش في اختيار هذا السلطان. طيب، ما أثر ذلك على أهل دمياط ومصر بقى بشكل عام أو القاهرة بالتحديد؟ ترتب على ذلك فزع أهل دمياط وخروجهم من ديارهم وهروبهم من دمياط. أما الشعب المصري ففزع فزعا شديدا وغضب بشدة. بسبب إيه؟ بسبب هروب الأمير فخر الدين من المعركة. طيب، نجم الدين يستقبل طبعا فخر الدين ويقدمه إلى محكمة، محكمة من العلماء لتحاكمه بتهمة هروب أو الهروب من المعركة. في تهمة كده اسمها الهروب من المعركة، اللي بيكون في حرب وبيهرب منها، فبالتالي يجب أن يحاكم بسبب فعله لهذه الجريمة. وبالفعل يقدمه إلى محكمة من العلماء لتحاكمه على هذا الأمر. طبعا أما دمياط فيدخلها الفرنج بمنتهى السهولة، وهنشوف بعد كده هنكمله في الفصل اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.